جنازة، سمية الألفي ومحمد ممدوح مسنود على ذراعه. هنا لحظة وصول سمية الألفي، نجلاء بدر وسمية الألفي، محمد ممدوح وسمية الألفي. من الألم والمعاناة كانت تعيشها الفنانة الجميلة سمية الألفي منذ أكثر من عام، دخلت خلاله غرفة العمليات 4 مرات، كانت أحدثها الجراحة التي أجرتها مؤخرا في ألمانيا. عانت كتير في رحلة الألم والمعاناة. هنشوف إيه اللي حصل معاها، ودي من أحدث صورها. قضت بسببها 7 ساعات داخل غرفة العمليات، سمية التي تحلم بأن تتمكن من الجلوس على كرسي. لم تفقد الأمل خلال رحلة الألم، واعتبرت ما حدث لها أنه نعمة من الله، وتؤكد أنها محظوظة بحياتها وبأسرتها وبالفنان فاروق الفيشاوي الذي رغم انفصالهما لم يتخلى عنها لحظة واحدة، وأنها لا تفكر في العودة للتمثيل. وتضيف سمية: منذ عام ونصف العام شعرت بآلام شديدة في قدمي اليسرى، وأجريت فحوصات وتحاليل عديدة في مصر وسويسرا وألمانيا، حتى اكتشف الأطباء أنني أعاني من حالة غريبة ونادرة تتمثل في وجود كيس ضخم تكون من سائل النخاع الشوكي ويضغط على العصب، ولم يستطع الأطباء الاقتراب منه لخطورة ذلك على حياتي. فخضعت الأول جراحة وفشلت، ثم خضعت لجراحتين كانتا عبارة عن تجارب بسبب نبضة الحالة. وقام الخبير الألماني ماير بتركيب مسامير وشرائح في العمود الفقري، ولكن بعد شهرين عاودني الألم بصورة غير محتملة، ولم أستطع الحركة إلا على كرسي متحرك. أما الجراحة الأخيرة فقد كانت الأصعب بالنسبة لي، وقام بها الخبير المصري الألماني دكتور ياسر اللاموني، الذي قال لي أنه من المستحيل أن يقترب أحد من هذا الكيس، لأن مجرد فتحه سوف يؤدي لانتشار سائل النخاع الشوكي في الجسم كله، مما يسبب الوفاة. وقام بمحاولات لسحب السائل بإدخال حقنة في ظهري، وقام بنزع المسامير والشرائح التي وضعها الخبير الألماني، وبقيت في غرفة العمليات 7 ساعات. قاموا خلالها بتكسير بعض فقرات العمود الفقري، وقال لي الطبيب إن هذه العملية ربما تقضي على 7% من الألم، لكن يظل هناك 3% من الألم يمكن التغلب عليها بالمسكنات. دي سمية الألفي بأحدث صورها، ربنا يشفيها ربنا بالسلامة. ما أصعب ما واجهك في مرضك؟ حجم الألم الذي تعرضت له وهي آلام مرعبة. ظل الأطباء يعطونني حقن مورفين بعد كل جراحة لمدة 2 شهر، والتي يدمنها الجسم، ثم أخضع بعدها لبرنامج تدريبي حتى أقلع عنها. وقدرة الله العظيم جعلتني أستعيد الحركة على قدمي الآن، لكنني أبقى ممددة معظم الوقت في السرير ولا أستطيع الجلوس على كرسي، فلابد أن أظل مستلقية على السرير. إنها أشياء صغيرة لا نشعر بقيمتها إلا بعد أن نفقدها. وقد زادت تجربة المرض من إيماني بأن الله يحبني، لأن الابتلاء نعمة من الله. ربنا يقومها. مولودة 23 يوليو 1953، هي ممثلة مصرية. كان أول أزواجها فاروق الفيشاوي لمدة حوالي 16 سنة أو أكثر، جمعت شمل النجمين في عش زوجية واحد، بعد أن أتم زواجهما في 7 فبراير عام 74 في سن مبكر، قبل حتى أن ينال قسطا ضئيلا من الشهرة على شاشة السينما أو التلفزيون، لأن الحب بينهما كان أقوى من أن يفكر فيما يحمله لهما المستقبل. كان ذلك في مطلع السبعينيات، وقتها كان الفيشاوي طالبا في كلية الآداب جامعة عين شمس، وفي نفس الوقت يدرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية. وكانت سمية طالبة بكلية الآداب جامعة القاهرة، كلاهما يعشق المسرح ويقدسه، حتى جمعهم القدر في عرض واحد يحمل اسم سندريلا، وكما هو معروف عن القصة أنها قدمت للطفل. لعب الفيشاوي دور الأمير، وكانت سمية هي سندريلا، حتى تحول التمثيل والخيال إلى حقيقة نمت بينهما.
جعلت منهما حبيبين فعلا لا يشغلهما إلا استكمال حياتهما معا ليعلن زواجهم عام 74. كان سن فاروق حينها 22 سنة، بينما سمية 21 سنة، لذلك قرر أن يؤجل الإنجاب قليلا حتى تستقر أوضاعهما ويبلغا من العمر ما يؤهلهما لتحمل مسؤولية طفل بجانب الزواج. وبالفعل استمر زواجهما 6 سنوات بدون إنجاب حتى رزق بالممثل الشاب أحمد الفيشاوي عام 80. ويبدو أحمد مشاكسا منذ الطفولة، ويكشف عن رغبة أمه في أن ترزق في خلفتها الثانية بأنثى لولا القدر الذي منحها عمر الأخ الأصغر لأحمد. تلك الرغبة التي تعارضت كليا مع أمنية الابن والأب اللذين فرحا بانضمام ولد ثاني للأسرة. انتهت علاقة فاروق وسمية الرسمية بالطلاق في مطلع التسعينيات، إلا أنهما حتى يومنا هذا يعتبر ما بينهما صداقة لن تنتهي أبدا، وأنهما رغم الطلاق ما زال بينهما ودا كبيرا وتواصلا مستمر. لعلمين أحمد الفيشاوي ابنهم وهم مع الشمال، وهنا دي برضو صورة تانية تجمعهم مع ابنه، وهنا سمية الألفي مع ابنها عمر، هنا مع عمر مع فاروق الفيشاوي. ولكن خلافا لذلك فسمية تزوجت 3 مرات غير فاروق الفيشاوي، فهي تزوجت من المطرب مدحت صالح، ولكن سرعان ما دبت الخلافات بينهما وحدث الطلاق. ده مع مدحت صالح. سمية تزوجت أيضا من الملحن مودي الإمام شقيق حسين الإمام، ومن المخرج جمال عبد الحميد، ولكنها كانت زيجات قصيرة جدا للأسف. هنشوف معاناتها بقى مع المرض. رحلة. أذكر أن آخر ظهور للفنان فاروق الفيشاوي كان في عزاء الفنان عزت أبو عوف الذي أقيم 2 يوليو 2019، ودي كانت صورته خلال عزاء عزت أبو عوف. الفيشاوي مولود 5 فبراير 1952، ممثل مصري معروف بأدواره الملائمة للشخصيات المتقمصة. ولد بإحدى قرى مركز سيرس الليان بمحافظة المنوفية في يوم 5 فبراير عام 52 لأسرة غنية جدا مكونة من أبوين وخمس أشقاء، بنتين وثلاث أولاد، كان فاروق أصغرهم. توفي والده عندما كان في 11 من عمره، فتولى رعايته وتربيته شقيقه الأكبر رشاد. حصل على بكالوريوس في الطب العام، وقبلها على ليسانس آداب في جامعة عين شمس، وكان الظهور الكبير له في فيلم المشبوه مع عادل إمام. ويعرف عن الممثل المصري فاروق الفيشاوي زواجه 3 مرات، أحدهما من خارج الوسط الفني من السيدة نوران، وزيجتين فنيتين من سمية الألفي التي أنجب منها ولده أحمد الفيشاوي الذي سلك هو الآخر عالم التمثيل. كما تزوج الفيشاوي لفترة من الممثلة سهير رمزي والتي شاركها في بعض الأعمال منها فيلم زوجة محرمة. أنا مع سمية الألفي فنانة المحبوبة، ونشوف معاناتها بعد شوية. أنا مع سهير رمزي. سمية الألفي مصر كلها حضرت النهارده عشان تعزي في جنازة فاروق الفيشاوي الله يرحمه. دي هنادي مهنا منهارة في البكاء متأثرة جدا برحيله عن 67 سنة ليه، سمية الألفي مراته قضوا مع بعض فترة طويلة جدا. هنا دي ندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي، ده عمرو محمود ياسين وشهيرة مرات محمود ياسين ربنا يقومه بالسلامة، دي إلهام شاهين برضو كانت علاقتها
كبيرة بفاروق الفيشاوي، ماجدة زكي، الكل كان متأثر النهاردة في جنازته. كان انهيارات وبكاء ودموع بهالة صدقي. جنازة المفروض مش كتير بيحضروها، بيحضروا في العزاء، لكن النهاردة كله حضر في الجنازة. محمد هنيدي، بوسي شلبي، ورانيا فريد شوقي منهارة في البكاء برضو. كلهم ليهم مواقف وأفلام معاه. هنا لحظة وصول سمية الألفي، هنا أحمد الفيشاوي بيحمل نعش والده الله يرحمه، كان محبوب من الكل. رشوان توفيق لسه مراته اتوفت من كام يوم، ولكنه أصر إن هو يحضر عشان يعزي. عمرو محمود ياسين، عزوز عادل، أشرف زكي نقيب الممثلين، ده ربنا يكون في عونه. كل يوم جنازة، لسه امبارح والدة يسرى. جماهير غفيرة حضرت عشان تعزي وتودع فاروق الفيشاوي. الكل بيقول إنه كان طيب وخدوم، بيحب الناس كلها. الله يرحمه. هاني مهنا حضر هو وبنته هنادي. هنادي كانت منهارة في البكاء. دنيا عبد العزيز، بوسي شلبي، وأشرف زكي نقيب الممثلين. خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس المركز القومي للسينما، والمخرج عمر عبد العزيز. أنا هنادي مهنا متأثرة جدا. عماد رشاد ونضال الشافعي، ده عماد رشاد. معظم الفنانين حضروا النهاردة في الجنازة. رجاء الجداوي، هنا بتاع أصيلة برضو بتعزي في كل واحد يتوفى. كاملة أبو ذكري، خالد عبد الجليل، هنا خالد عبد الجليل وحسام الحسيني اللي هو ابن نهال عنبر، وعزوز عادل ابن مجدي الحسيني برضو حسام الحسيني، سامح السريتي، نهال عنبر وحسام الحسيني ابنها، سمية الألفي، عانت كتير سمية الألفي في مرضها، ندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف كان لسه بيحمل نعش والدة يسرى امبارح، سامح السريتي، عمرو الليثي، إلهام شاهين طبعا متأثرة جدا، آسر ياسين،
طارق لطفي، بيومي فؤاد، كانت مظاهرة حب النهاردة.